تمام. ملف التجديد لمحمد هاني، احنا كنا اتكلمنا مع بعض ان محمد هاني الاسبوع اللي فات ما كانش لسه فيه توصل بسبب خلافات ماديه ما بين اللاعب وما بين النادي، لكن خلال الاسبوع اللي فات ده بدا شويه في تقارب في وجهات النظر ما بين النادي الاهلي وما بين اللاعب، والى حد ما بدات الارقام تقرب ما بينهم وما بين بعض، وبنسبه كبيره يعني اللاعب ممكن يكون موجود خلاص الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي، لكن الموضوع برضو لسه متوقف على الاسبوع اللي جاي الحسم النهائي ما بين اللاعب والنادي، لكن لحد دلوقتي النادي اقرب للتجديد من عدمه عكس الاسبوع اللي فات. يعني الاسبوع اللي فات كان لسه في مسافات ما بين وجهات النظر ما بين الاثنين، فالموضوع كان بعيد شويه، لكن المره دي لا، الموضوع اقرب شويه للتجديد عن الاسبوع اللي فات خالص، لكن الموضوع هينتهي كله الاسبوع اللي جاي طبعا عشان نهايه عقد اللاعب. قبل ما اروح لملف الاولمبياد يا ريهام، تابعنا واحدة من المشاكل الشخصية لإمام عاشور اليومين اللي فاتوا، وبعد كده طلع كلام بقى كتير إن ده في محضر وفي نيابة وفي عقوبات وفي قرارات من مدير الكرة كابتن خالد بيبو، فإحنا عايزين نعرف منك الكلام الصح والمظبوط بعيد عن كلام كتير وإشاعات كتير. اللي أنا عارفة إن الأزمة أزمة شخصية للاعب طبعا بسبب زوجته، والأحداث طبعا اللي تم روايتها دي كلها هي أحداث صحيحة، يعني الخلاف كله كان أو المشكلة حصلت بسبب ان حصلت معاكسه لزوجته، ابتدى ان هو يروح علشان يشوف اللي حصل، فالكلاش او الخناقه دي كلها حصلت بالشكل ده. فالموضوع ملوش علاقه بالنادي الاهلي كنادي اهلي عشان يتم معاقبه اللاعب، فيعني العقوبه بتتم جوه النادي على حاجه في اوضه اللبس، حاجه مع المدير الفني، حاجه مع زمايله، حاجه تخص النادي، لكن حاجه شخصيه النادي هيعاقبه عليها ليه؟ يعني الموضوع ده ملوش اي تاثير على امام جوه النادي؟ مفيش اي عقوبات. النادي مجرد استفسر من اللاعب ايه اللي حصل والتفاصيل، طبعا ده طبيعي جدا، يعني احكي ايه اللي حصل، الخناقه كانت ايه سببها، الكلام ده كله، لكن عقوبه من النادي لا، ما فيش الكلام ده. طب كويس ان انت وضحت القصه دي، لان فيها كلام كتير على صفحات كتير وكلام كله متضارب وفي لغط كتير. الميديا بقت صعبه قوي بصراحه والله العظيم. معلش استعمل انا بعاني والله.